يشربوا الحليب أسرع مني. ربح! لقد نلت من! لين! توقفي! توقفي! رائع! هبوط ناعم! بالنسبة لك! أمسكوها! هذه المشجعة تتحرك مثل البطريق! صفقوا للبطريق! سأسبقكِ إلى الأعلى! ربحت! هزمتكِ هزيمة ساحقة! ظننت أنني أصعد إلى الأعلى! نعم! لقد ربحت! كونت قوالب أكثر منكِ! لقد ربحت! أحدثت انفجار قبلك! أنا لم أكن أحاول إحداث انفجار! حدث! أنا أغسل أسرع منك! أنظف أسناني أسرع! أستطيع النوم أسرع من الجميع! أستطيع أن أحلم قبل الجميع! هيا يا لين! أسرعي! أسرعي أكثر! ياي! أنتم الخاسرون! لقد سبقتكم! باولا! باولا! أجل! ارقدن على ركبة. باولا يمكنك الوقوف. حسناً، نحن متعادلون، لكن لدينا وقت كاف لهدف أخير. مررنا الكرة للين وهي ستحرز. أربع فتيات، هل تمزحون؟ هيا سددي يا مارغو. مارغو! لا، أنا لا أصدق. كان ذلك مذهلاً. مارغو! 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 هل تجدين هذا غريباً؟ ماذا؟ لما؟ عادة نحملك أنت بعد المباريات. هذا ليس غريباً. يسرني تقاسم الضوء. مارغو! مارغو! أنت بخير؟ شريان الغضب لديك يتصرف كعهده. لا، أنا لست بخير. أنا المسؤولة عن فريقي طوال الموسم. أنا أحرز أغلب الأهداف وأجتهد في كل مباراة، ثم تأتي ركلة حظ وفجأة يفقد الجميع عقولهم. آسف، تشتت انتباهي. كنت أشاهد فقط مقطعاً لركلة مارغو المذهلة. طفح الكيل! يريدون ركلات منمقة. لين ستعطيهم الركلات المنمقة. مرحباً، لما لم تأتي إلى المطعم اليوم؟ أأنت بخير؟ أجل، فقط لم أكن جائعة. هذا غريب، أليس كذلك؟ إنها جائعة دوماً. لا مشكلة، الطرق عديدة لإحراز الأهداف. أنا هنا! هيا يا لين، باقي دقيقة واحدة. إلي! إلي! لين دائماً في المقدمة! لين! 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 لين!
سأبحث عن شخص يخرج معي. من سيجاري لين لاود؟ استعد، تأهب، انطلق. انسوا الأمر، مستحيل أن نهزمها. سأجرب شيئا آخر. يا رجل، عليك المحاولة. أنا آسف، لكن أنت قوية جدا جدا. شكرا، لا أفوت المصارعة. لم تنجح هذه الفكرة، علي أن أغير استراتيجيتي. شطائر برجر، إنها مجانية. أين المقلب؟ لا يوجد مقلب، من منكم سيتحمل الحرارة؟ السباكة الاحترافية، عليك إزالة كل الأشياء في الأنابيب من دون أن تلمسي الجوانب. يبدو هذا سهلاً، سأبدأ بإزالة كرة الشعر هذه. لمست الجانب، طنين آخر وستخسرين. معذرة للحظة، هتريدين الخسارة؟ ستصبحين عملة مدينة الفاشلين. ركزي في اللعبة. إنها تعود الآن لنفعل هذا. رائع، إنه انتصار آخر للان. أنا لا أعلم لماذا لم أفكر بهذا من قبل. لنلعب لعبة إسافي، يستحيل أن تهزمني في هذه اللعبة. حسناً، إذن من يجب عن هذا السؤال يكون الفائز. لينكن، ماذا أصابك؟ أنت لم تجب عن أي سؤال بشكل صحيح. إنها ليست غلطتي، لن تتلاعب بي كلياً. من هو تابع إسافي؟ إن هذا سهل جداً. أهو كذلك؟ هل أنت متأكد؟ قد يكون سؤالاً مفخخاً، أنا أقصد فقط بأنه سيكون من المؤسف إن اختنقت في الإجابة. ماساتشوستس. أنا أعرف جواب هذا السؤال، إنه جاك بالطبع. صحيح. بوم، لقد ربح. سأخرج من هنا قبل أن أتنفس الكثير من هواء الخاسر. أنا آسف، اختنقت كلياً. لا بأس يا لينكن، لا أحد منا بارع بما فيه الكفاية. لكن ماذا لو تعاوننا معاً؟ انظروا إلى لعبة أرض القطط، الهدف هو بناء أكبر عدد ممكن من هياكل القطط. أهم شيء، لا يمكن فعل ذلك من دون تحالفات. لهذا، إن قمنا بإقصاء لين، فهذا يعني أن خسارتها ستكون محتومة. هل أنتم جدون؟ لا أحد منكم لديه كرة صوف لأستبدلها؟ لا أستطيع البناء، هذه اللعبة فظيعة وصعبة. يبدو أن الوقت قد انتهى، هناك تعادل في المركز الأول ولن في المركز الثاني. عد ثانية. لن، أنا لا أخطئ أبداً. هذا سيوقف سلوك لنا التنفسي واستكبارها المتواصل. نعم، لقد نلنا من استكبارها ووضعناها على حمية غذائية ليس بها منشطات استكبار، هل فهمتم؟ هاي، أين تذهبون؟ الدعابات لا تزال في بداياتها. هذا مؤسف، النهاية اقتربت والخسارة أصبحت وشيكة. لين لاود تستعد للضرب رغم سوء حظها اليوم. يبدو فريق السناجب كفريسة سهلة. تعليق قاس جدا. لقد أصبت بعدوى منك. دائما أنا أعدي الناس. استعداد، ستضرب. ضربة خاطئة. لين محق، أنا جالب للنحس. المحاولة الثانية. ربما علي أن أنتقل إلى مخبأ لأمنع حظي السيء من التأثير على أحد. لقد نجحت، تنطلق تنطلق وتسجل. لين لاود تحقق الفوز للسناجب. فاز السناجب. يا لن، لم نرك تدخلين، اجلسي معنا.
آه لا بأس، أعرف أنكم ثنائيات. أنا سأجلس في منطقة الأطفال. أنا مستعدة هذه المرة. والآن هيا بنا. سنعود. صور أجل أجل ووهو. ها شاندلر، هل تسمح؟ ما هذا الركض العجيب يا فتاة؟ تبدين كنعامة تتمايل في الغابة. رائع سكوتس. ليتصل أحدكم بالحارس، فلدينا نعامة هاربة هنا. النتيجة الآن تعادل. تبقت 10 ثوان. ركزي فالفريق يحتاجك. نعامة نعامة نعامة. أهلا يا نعامة، تظنين التخلص مني سهلا؟ قدم نعامة. حركها تشاندلر. ها ماذا حدث؟ لم أرى لين بهذا التوتر من قبل. أتمنى ألا تبالغ بالأمر. أولا ترفع الأثقال مجددا. إنها ترفع 50 رطلا. تصحيح، 60 رطلا. كلايد، لا أريد الإخفاق باللعبة، لكن ألا تبدو الكرة مخالفة للمعايير؟ مخالفة للمعايير؟ العبوا أيها الفاشلون. لقد تخلصت من هذا الشعور. حسناً، وقت الشاي. لن يتم استبعادي لارتداء هذا، صحيح؟ انتهت المباراة! هاك كلايد، صنعت فطيرة لك. وجدت طريقتها بمدونة زمير. هل تحك لي ظهري؟ لا أصل إليه. جاهزين؟ حسناً. الكنغوروز أفضل فريق، سيزيحونكم من الطريق. بالغوا في القفز والثقة في النفس، سنفوز بالكأس في الغد كالأمس. حان وقت الهجوم. هيا يا كنغوروز. لقد تألقنا. هل أعجبتكم الشقلبة بيد واحدة؟ نعم، يمكننا أن نفوز. حظا سعيدا لكن. لا نحتاج الحظ، لكن شكرا. جاهزتان؟ حسنا. يبدو أننا وجدنا الفريق الفائز. أعطني هذا البصل. لا أحتاجه، سأخذه. أمسك البصل يا بني. أمسكيه أنت يا رونيان. بدأت المسابقة. بهذه المكونات يمكنني تحضير اللازانيا. لن يهزمانا. لن يستطيعا منافسة طبق التمالي.
لا تنسوا، هذه منافسة طهي، يمكنك فعل أي شيء، أنا أعني أي شيء. لينك، فلتتسلل هناك وتفك حاوية الملح. يا لها من فكرة. حبيبتي، أضيف الملح. أسفة يا أبويلا، كان حادثاً. لم يكن حادثاً، لنرى إلى أي مدى يحب الصلصة الحارة. سأتذوق صلصة المارينارا. مذاقها غريب، تحتوي على بالتأكيد ليست كذلك. أفسد صلصة المارينارا. لن تعبث بصلصتي. أنا لدي فكرة مذهلة. الآن ساعديني في دهن الماسة على الذرة. أنت بخير يا أبويلا. مطبخ زلق، هذا هو البرنامج. إنه يوم مثير جدا. من هناك؟ مهلا مهلا. عاصفة ثلجية وحرارة. كرات الثلج. جد أن أصل. حشرت، سيكون أحد منا التالي. يا صغار اهدأوا، كل شيء سيكون بخير. أعطوا هذا المفتاح لوالدكم وسيصل بالسيارة للمدرسة. لا لا. حسناً، هناك الحافلة. لن أخرج للشارع بعد ما فعلته لين في العام الماضي. إن سائق الحافلة إرني لم يذب بعد. أكره هذا، لكن إذا أردنا الذهاب للحفلات سنضطر للسير. يا خبر، لن ينجو، أبي لم يصل من الباحة إلى المنزل. نعم، لكن لم يكن لديه خطة. أمي، سأحتاج لكل إناء ومقلاة. لانا، أحضري صناديق القمامة. إذن هيا بنا. حسناً يا رفاق، سنبقى معاً. الأمان في المجموعة، من أجل حفلات الأعياد. بالتوفيق يا صغاري، أنا أشجعكم. قد انتهوا. الوضع هادئ جداً جداً، انتبهوا جيداً. إنها هنا. انتبهوا! هيا كل منا ينجو بنفسه! هيا انتظروني! من هناك. هاي، شتتناها. دائماً أضعف شخص في القطيع. أرفض هذا! إنه هدف! أخرج من هنا! الهدف الثالث! تعادل في الجولة التاسعة وخروج اثنين. يبتعد بائع روث الأبقار عن الفوز بنقطة.
الكرة الأولى. وقت مستقطع. ليام، ماذا حدث؟ لا أدري، أصبح ذراعي هكذا. الآن نحتاج لمسيف هنا. أظن أن هناك إصابة في الأنسجة الرخوة بالعضلات القبضة. هناك فرصة للرمي بنسبة 30%، وإذا وصل اللاعب يمكن أن يتدمر ذراعه. تروقني الاحتمالات، ما رأيك إذن؟ أنا لا أفهم في الأرقام، ما أعلمه هو رغبتي بالفوز، ولا أريد أن أخذل فريقي. سنواصل المباراة. يبدو أن قائدة الفريق لينلاود سوف تسمح لبائع روث الأبقار بمواصلة اللعب. وصلنا للحظات الأخيرة، وقد تكون هذه الرمية الرابحة والفوز بأكبر المواسم في تاريخ المسابقة. أعطني الكرة يا فتى، سوف تغادر. مهلاً. ماذا؟ لا يمكنني ذلك، البطولة لا تستحق المجازفة بذراعك. إذن حسناً، أنت القائدة. بولا، سترمين. كابتن لينلاود أخرجت بائع روث الأبقار وستجعل بولا برايس المصابة تصعد للمنصة. خرج لاعبان وتبقى الضربتان، وتتوقف البطولة على هذه الرمية. خرجت هذه الكرة. فاز فريق هيزل تاكي بالبطولة. لا تحزني، إذا عملنا على كرتك الملتفة فسوف نفوز في الموسم القادم. علي الاعتراف بأن تضحية بالفوز لحماية لاعبك دليل على أنك قائدة فريق جيدة. قفزة الوحل. ربما لم نفز، ولكن لقد كانت تجربة ممتعة يا لين. فيرجينيا، لا! أريد شطيرتين قانق وفطيرتي قمع على طراز اللاعبين. شطيرة النقانق بالسكر وفطيرة القمع بالخردل لكي يحالفنا الحظ. راودي مكوادس وهجوم مضاد. لقد وضع البسكويتة في السلة. أرأيت؟ قلت لك سيجلب الحظ. مذاق الحظ. حسناً، الشوط الثاني، سنبدل الملابس. نبدلها؟ أجل، قميص للشوط الأول وقميص للثاني وقميص للثالث. أدخل. هدفان لواحد. أحسنت يا أخي. وما علاقتي أنا بذلك؟ كلما زاد العدد في القميص كلما زاد الحظ. ماذا؟ إذن هذا مريح جداً. لا، ابقوا بالداخل ليحالفنا الحظ. ويحرز جابا جولد هدف. لم ينجح الأمر، اخرجوا بسرعة. ارتدوا هذا. يسدد ويحرز. كنت أعرف أن القبعات ستجلب الحظ. لا، هناك قمل، انزع القبعات. ليس قملا بل هاتريك. عند إحراز 3 أهداف يرمي المشجعون قبعاتهم. انزع القبعة يا فيرن. أنت الوحيدة التي لم تنزع قبعتها ونحن قريبون من الفوز. طفح الكيل، أنت مطرودة. ها، يبدو أن أحد الفاشلين تعرض للطرد من الملعب. إنها أختكما. تماسكي إلجي، نحن قادمون. لا، أنا بخير، يجب أن تبقوا لتواصلوا طقوسي الجالبة للحظ. أي طقوس تقصدين؟ اللائحة على مقعدي. انتهت كل بطاقاتي، هذا يعني يمكنك قولها أنت الفائزة. هذا رائع، أنا الرابحة. كانت لعبة جيدة، لعبة جيدة. رائع، أنا الأفضل. ربحت لين، ربحت لين. لا تفعل ذلك في وجوهنا. هذا تقدم كبير، تقدم كبير.